يا هبة ثواني يا ماما بشحن تليفوني وجاية. نفس الدفاية ثانية بس. بابا الفيشة دي معلقة فيها ايه؟ بقى شوية تشتغل لحد ما اجيب كهربائي. محمد عايزين نصلح الفيشة دي بقى. يلا حتى عشان عم صلاح وصل. باخد التليفون وجاية. تجاهل مشاكل صغيرة مع الوقت بيؤدي لكوارث كبيرة زي الكوارث البيئية بسبب تجاهل العالم لأفعال غلط بقالها سنين. بس مصر ابتدت تواجه تغير المناخ بتطبيق مبادرات وإنجازات مختلفة، وده اللي أهل مصر إنها تستضيف بكل فخر أكبر وأهم مؤتمر عالمي لتغير المناخ COP27. خليك فخور، مصر ليها دور عشان نرجع الطبيعة لطبيعتها. مبادرة رئيس الجمهورية لنشر الوعي البيئي حملة اتحضر للأخضر من وزارة البيئة.